اللهم بارك اخوتي، هاو البروجي كيجاكم، وكنبغي نشكر اي واحد دعم معايا في الفيديو ديال البروجي اللي لحش، كنبغي نشكره، وكنبغي نشكر اي واحد وقف معايا ماديا ومعنويا منين بديت كنصلح في المحل حتى لدابا. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. وحاجه اخرى، دابا هاد الوقيته هادي ديالاش ديال التعشيره، خاصنا نمشيو نعصروا على هاد البروجي هذا باش ربي يسهل علينا. عاوتاني هاد التعشيره هادي لمن؟ هاد التعشيره هادي لمشيشات والكليبات ديال الزنقه، لحقاش هما اللي ما كيقدروش يقولوا راه فيا الجوع، ما كيقدرش يقول لك راه فيا البرد، وشحال من حاجه. هذا موضوع طويل وديجا دويت عليه. المهم اخوتي، غادي نستعنوا بالكفته ديال المو حسنيدر. الكفته ديال المو حسنيدر هي اللي كنتايق فيها صحيه الكليبات، واللي بغى الكليبات ديالو مرحبا به، راه دايره 15 درهم للكيلو، 20 درهم ليفريزون في كازا، البيع ابتداء من 10 كيلو للفوق. اللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. يلاه دابا نمشيو نعصروا على مشيشات وكليبات ديال الزنقه. تمام بالله العلي العظيم، يلاه لبس تريكويا، غادي نخرج نمشي نوكل مشيشات ديال الزنقه، شوفوا شكون جا عندي. كريوشا اش زيد 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 يا استلينا دابا وكلنا الكليبات ومشيشات ديال الزنقه كاملين، والله يسهل على اي واحد كيبغي الخير لخو المسلم. المهم خليكم مع البلاي دابا. وكي العاده حمزه حقيق سميو الكنيه خاسر بسبعه، وعندي واحد الدري ناضي. المهم اللي بغيت حداه مرحبا والف مرحبا، ولي ضارب حمزه حقيق، ولي ضاربه بسبعه. امين يا رب، ها هو امين غادي يهرب. امين خالد خسر معايا الدري هذا شحال 3-1 وخلص البياسه. سبعه هاد السيد خسر بسبعه.